infectious issues that needed further consultations and efforts to reach a consensus, primarily the issue of loss and damage, the mitigation work program, the global goal on adaptation. In view of the divergence among parties, I mandated pairs of facilitators, ministers, to further conduct consultations, to which I was being reported to on the development. Those deliberations did not result in any clear direction towards consensus on those issues. Since the stocktaking, we have been working through the night, all of yesterday, and through the night with all of the negotiating groups to hear from them directly their perspectives, their interests, where they see a landing zone to deal with these issues so that we can find a path forward and move ahead to reconfirm our dedication to the UNFCCC process and our ability to meet the challenges of climate change. After hearing the various perspectives, I, as President, developed texts on all of the three issues that are balanced, that I believe constitute a basis for moving forward, and further consulted with groups and gave them the opportunity to review those texts and to comment on them, introducing certain minor amendments. As you might imagine, none of the groups could say that all of their interests were reflected. But a vast majority of the parties indicated to me that they considered the text as balanced and that they constitute a potential breakthrough that can lead to consensus. There is still desire of groups of parties to further explore the text. استكشاف النص. I will be providing them further opportunity to do so. بتوفير الفرصة لهم للقيام بذلك. The responsibility ولتحمل formulating المسؤولية what I believe are balanced and من أجل التواصل إلى صيغة وسطية تصل بنا إلى الإجماع بناء على رغبة الأطراف وتقع الآن المسؤولية عليهم للمضي قدما وسأقوم في القريب بتقديم هذه المعلومات للسكرتير العام والعالم الآن يراقبنا والوقت ليس في صالحنا وعلينا إبداء المرونة اللازمة من أجل إرضاء كافة الأطراف ومعظم الأطراف والوصول إلى الأساس الذي يمكن البناء عليه للوصول إلى المواقف التي نرغب الوصول إليها. الآن مرة أخرى تعود المسألة الآن إلى مختلف الأطراف للوصول إلى إجماع وإظهار المرونة اللازمة لمعالجة ومخاطبة التحديات التي الخاصة بتغير المناخ الذي يؤثر على الملايين الذين يعانون كما رأينا من دمار
من فيضانات وحرائق وفقدان الحياة والحيوانات أيضا. هناك حلول كثيرة، ولكن علينا أن نقدم الأسس التي يمكن البناء عليها، وأتمنى أن نصل إلى هذا. والآن أستمع إلى أسئلتكم. I cannot comment on the position of لا يمكنني التعليق على مواقف الأطراف. فكل طرف له الحق الكامل في الانضمام إلى الإجماع أو عدم الانضمام إلى الإجماع. وما نقوم به الآن هو تسهيل هذه العملية لتوفير المناخ اللازم من أجل الوصول إلى نص يكون مرضياً لمختلف الأطراف، وقد يجد طرف ما هذا النص غير مناسب له، بينما الآخر يجده مناسباً، ولكل طرف الحق تحمل مسؤوليته. النص يظهر أهمية الوصول إلى 1.05 الحد المتفق عليه للخفض انخفاض الانبعاثات الحرارية. المسؤولية تقع على كافة الأطراف، و سنقوم بتقديم ذلك إلى رئاسة المؤتمر، وأمامنا دقيقتان لتقديم ذلك، ونعطي الفرصة للأطراف من أجل الوصول إلى الأطراف إلى الإجماع. Involved with that process in terms of assessment, but we do give the room for the facilitators. كما قلت نعطي الفرصة لتسهيل الوصول إلى الإجماع، وإعطاء الفرصة للأطراف التي لم تصل بعد إلى الإجماع للوصول إلى ذلك. وذلك بعد المشاورات التي أجريناها منذ الأمس والليلة الماضية. وسوف نقوم بتوفير النص للأطراف للمضي قدما في هذه العملية. بعدما استمعنا إلى مختلف الآراء فيما يخص لغة النص والأفكار والمسؤولية، مسؤولية كافة الأطراف للاستفادة من اللغة اللازمة للرد على المقترح والوصول إلى القدرة وتجنب لأن المواقف لا يمكن التعبير عنها من خلال التناقض في الأفكار، ولكن علينا الاعتراف بأنه قد يكون هناك موقفا يتناقض مع مواقف الآخرين يحول دون الوصول إلى إجماع. وأعتقد أننا بعد أن نظهر ونعطي كافة الأطراف النص على كافة الأطراف النظر في ذلك، وشكرا لكم.